معنا من صنعاء وليد العماري وهو القيادي في الثورة الشبابية في اليمن. وليد، كيف ترون مجمل هذه التحركات على مستوى مجلس الأمن؟ الحقيقة نحن نتمنى اليوم أن يكون ضمير العالم قد تذكر أن هناك شعب يمني يقتل. نتمنى أن يكون هناك صحوة إنسانية حقيقية لتعلم أو لتدرك تماما أن الشعب اليمني يموت يقتل في كل يوم، دماءنا اليوم تسيل، لا يوجد لا يمر يوم اليوم إلا والشعب اليمني يقتل. كنا نتمنى أن يصحو الضمير الإنساني أكثر مما هو عليه اليوم. اليوم الضمير الإنساني لا أدري كيف يصل به الحد إلى أن يساوي الضحية بالجلاد. أنا أقول عار على العالم الإنساني اليوم، عار على العالم الحر أن يساوي الضحية بالجلاد، بل عار والخزي والعار سيلحق بالعالم إذا استمر في منح الحصانة لمن يقتل أبناء الشعب اليمني. ما الذي يجعلكم تقولون ذلك وليد؟ الثوار ويطالب وتوجه العام على الأقل من خلال تسريبات هو بتفعيل المبادرة الخليجية التي تفضي في نهاية الأمر لتنحي صالح عن السلطة. نحن اليوم في الشهر التاسع من الثورة اليمنية، نحن اليوم بعد مرور أكثر من 6 أشهر على المبادرة الخليجية لم نجد أكثر مما يقال لعلي عبد الله صالح اقتل ثم سنمنحك الحصانة. نحن نقول إذا استمر العالم بمنح الحصانة لعلي عبد الله صالح فسيلحقه العار ولن يكون يعني لن نكون شاكرين للعالم إذا استمر بمنح الحصانة لعلي عبد الله صالح. ما المطلوب من هذا العالم الذي تتوجه إليه وليد؟ ما المطلوب وما المنتظر من مجلس الأمن؟ نعم، نحن نقول أفضل طريقة لحقن دماء الشعب اليمني هي بأن يبدأ العالم فعلا بأن يخاطب علي عبد الله صالح بأنه قاتل، وأن يبدأ خطوات عملية حقيقية لأخذ هذا المجرم ولمساعدة الشعب اليمني لتقديم هذا القاتل المجرم والعصابة التي يحتمي بها إلى مجلس إلى محاكمة عادلة، إلى محاكمة نضمن بها أن نكون أوفياء لدماء الشهداء. وهي رسالة حقيقة أنا أوجهها أولا إلى الشعب اليمني ثم إلى العالم. نحن نقول نحن كشباب خرجنا في الميادين والساحات، سنظل أوفياء لكل قطرة دم أريقت على هذا الوطن، ولن نتراجع خطوة واحدة إلا بمحاكمة هذا القاتل السفاح وبناء دولتنا المدنية التي خرجنا من أجلها. أشكرك. ورسالتنا أيضا لكل إخواننا الذين لا زالوا صامتين، فقط أكمل الرسالة لإخواننا الصامتين وكذلك لكل اليمنيين بأننا حين خرجنا لبناء الدولة المدنية خرجنا والهدف واضح أمامنا، لن نتراجع أبدا لو فنينا جميعا. نحن خرجنا وأمامنا هدف واحد، إما أن ننتصر وإما أن نموت، وسننتصر بإذن الله عز وجل وسيحاكم كل قاتل. أشكرك جزيل الشكر وليد العماري القيادي في الثورة الشبابية في اليمن، كنت معنا من صنعاء.